أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، تحدثنا في الجمعة الماضية عن طلب العلم، وقلنا إن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وإن من المفروض فرض عين على كل مسلم أن يتعلم من دينه ما لا بد منه من عقائده وعباداته وأخلاقياته وتشريعاته ومن سيرة نبيه ومما لا بد منه من الثقافة العامة. وقلنا إن من الفرض العين الآن على الأمة الإسلامية أن تزيح وصمة الأمية عنها، وأن يتعلم كل أبنائها بنين وبنات، وهذا فرض على المسلمين وعلى القادرين والمتعلمين منهم أن يبذلوا جهودهم حتى يزيحوا هذه لطخة العار عن الأمة الإسلامية. أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمة القلم، أمة العلم والإيمان. طلب العلم فريضة، وقد قلت أشرت في الخطبة الماضية إن العلم المطلوب ليس علم الدين فقط، علم الدين مطلوب، ولكن علم الدنيا مطلوب أيضا. إذا كان بعض الشيوخ من علماء الدين يقولون إنما جاء في القرآن والسنة في الحث على العلم والتحريض عليه إنما يراد به علم الدين فقط، فأولئك مخطئون. بعض ما جاء في ذلك لعلم الدين مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، هنا علم النبوة، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالعلم هنا هو علم النبوة، علم الدين، العلم الهادي إلى الإيمان وإلى العمل. ولكن ما جاء في القرآن عن العلم والتنويه بالعلم كثير منه لا يختص بعلم الدين، حينما يقول الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هنا يعلمون هنا ليس علم الدين، ده علم النجوم والفلك وهذه الأشياء. حينما يقول الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هنا العلم الكوني، العلم الشمس والقمر والضياء والنور، حينما يقول الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين
العالم هنا باختلاف الألوان والألسن، هذه علوم اجتماعية. هذه حينما يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، عقب الحديث عن علم الحيوان وعلم النبات وعلم الأرض وعلم الجيولوجيا وهذه الأشياء كلها، ثم يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بأسرار الكون، يعرفون الخالق من خلقه من آثاره في الخلق. فهذه كلها تدل على أن العلم المطلوب معرفته يشمل كل ما يكشف الحقيقة، كل إدراك تنكشف به حقيقة، سواء كانت حقيقة كونية، حقيقة رياضية، حقيقة إنسانية، حقيقة لغوية، حقيقة اجتماعية، حقيقة دينية، كل ما تكشف به الحقائق للإنسان بحيث يراها جلية ليس عليها غموض ولا تلبيس ولا شبهة، هذا هو العلم الذي ينبغي أن يطلبه المسلم. ولهذا برز المسلمون في هذه العلوم أيام ازدهار الحضارة الإسلامية، أيام أن كان الإسلام إسلاماً والمسلمون مسلمين، كانوا هم قادة العالم في كل العلوم، كانوا هم رادة الحضارة وسادة الدنيا، وظلوا أكثر من 8 قرون معلمين للعالم هذه الحضارة وهذه العلوم. لما تخلفنا في كل شيء، في علوم الدين وفي علوم الدنيا. فالمسلم مطلوب منه أن يحصل العلم، يحصله بحيث يكون معلما له، حيث يكون قائدا فيه. لا نريد أن يظل عالة على غيره، نحن الآن عالة على غيرنا. كل العلوم نطلبها من الغرب، والغرب إنما اقتبسها منا. أصل حضارة الغرب مقتبس من حضارتنا العربية الإسلامية، المنهج التجريبي الاستقرائي الذي عرف به فرانسيس بيكون وروجر بيكون وهؤلاء، إنما كانوا رسل الحضارة العربية الإسلامية إلى الغرب باعترافهم وباعتراف مؤرخ العلم عند الغربيين. قالوا إن الغربيين تعلموا من حضارتنا ثم تفوقوا وتخلفنا، تقدموا وتخلفنا، وتحركوا وسكننا، وأسرعوا وأبطأنا، واستيقظوا ونمنا. ولذلك لابد لكي ننهض بأمتنا، لابد من حياة جديدة، من حيوية في الأفكار والإرادات، حتى تعود أمتنا إلى ما كانت عليه. طلب العلم يحتاج إلى همة عالية. إمام الحرمين الجويني، وهو من عمالقة الفكر في أمتنا، قال لتلاميذه أو لأحد تلاميذه: أصرخ، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وغربة وتوجيه أستاذ وطول زمان. هذه الأمور الستة تستطيع أن تحصل العلم وتدرك العلم. ذكاء، لابد لمن يطلب العلم، خصوصا من يطلبه لغيره، في واحد يطلب العلم لنفسه، كل واحد لازم يطلب العلم وإن كان بليدا، فيه واحد ما فيش فايدة، لك مهما تعلم في المتبلم يطلع ناس، يصبح ناس، هذا يتعلم لنفسه، إنما
من نريد أن نعلمه ليكون مصباحا مضيئا لأمته، ليحمل المشعل أمام إخوانه ورفقائه، هذا لابد أن يكون ذكيا. والذكاء مراتب، ذكاء عادي وذكاء حاد وذكاء عبقري، الناس تتفاوت، خلق الله الناس درجات ليبلو بعضكم ببعض، فلا بد أن يكون عنده قدر من الذكاء. وعلى كل حال القرآن علمنا إن الكلب ممكن يتعلم، فيه كلاب معلمة للصيد وصقور معلمة للصيد، تتعلم فتتعلم. قال الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ففضل الكلب المعلم على غير العلم حتى ينفع في الكلاب. فالذكاء مطلوب، خصوصا الأمم التي تهتم بأبنائها، وخصوصا بالأذكياء والمتفوقين منهم. هناك موهوبون، ربنا خلقهم هكذا، هؤلاء لا ينبغي أن تهملهم الأمة، لابد أن تجعل لهم مدارس خاصة وبرامج خاصة، لأنهم يعني أكبر من البرامج العادية، هذه بسرعة يهضمونها ويظل من غير عمل. إنما الأمم القوية تجعل لهؤلاء برامج خاصة، المتفوقين النوابغ، ولا تتركهم كغيرهم. ذكاء وحرص، المهم الحرص على طلب العلم. هناك الأمم الغافلة كثيرا ما يضيع فيها الأذكياء، الأولاد الأذكياء الذين لا يهتم بهم أحد ولا ينبههم إلى مواهبهم أحد. ممكن الأولاد يضيعوا، ينشغل باللعب في الشارع أو مع الأولاد أو مع كذا، وتضيع هذه الموهبة. لابد أن ننشئ فيهم البواعث، الحرص، إن يحرص إن يستغل موهبته. ربنا سبحانه وتعالى آتاه من فضله نعمة عظيمة، والعقل أعظم النعم، والذكاء، ذكاء العقل، هذه من أعظم ما يهب الله تعالى للإنسان. فهذا الحرص على طلب العلم هذا أمر مهم، وهذا جانب أخلاقي وجانب نفسي. فلا ينبغي إن احنا ندع الأذكياء ولا نشعل فيهم هذه هذا المصباح، بحيث يحرص الولد الذكي على طلب العلم ولا يضيع حياته كما يضيع الآخرون. وقد شهدنا في حياتنا أبناء أذكياء موهوبين. أنا من عدة سنوات حاولت أن أنشئ مؤسسة عالمية لرعاية الموهوبين في عالمنا الإسلامي. كم من أولاد صغار في القرى أباؤهم فقراء، لا يستطيعون أن يعلموهم ولا يستطيعون أن يذهبوا إلى الجامعة. كم من أولاد في الهند وفي بنغلاديش وفي بلاد الأقليات المختلفة يضيعون. فمحتاجين إلى رعاية الموهوبين. قد يكون الطالب ذكيا ولا يجد من يحتضنه، وإذا ورد من يحتضنه غرس فيه هذا الباعث، هذا الحرص على طلب العلم، يحرص على طلب العلم كما رأينا سيدنا عبد الله بن عباس يذهب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى بيوت الأنصار
ليعرف منهم ويسمع منهم ما سمعوه وما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغيرا عمره 10-12 سنة يعني حينما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب وكان يذهب إلى بيت الأنصاري ويجلس أمامه، فيخرج الأنصاري ويجده يقول له: متى أنت هنا يا ابن عم رسول الله؟ يقول له: يعني من الصباح. بئس ما صنعت، ألا تخبرني لأخرج إليك؟ قال: لا، أريد أن تخرج براحتك حتى أسمع منك وأنت مستريح مطمئن. وقد أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول. هذا فذكاء وحرص واجتهاد، لا بد من الاجتهاد. الاجتهاد أن تبذل الجهد، بل الاجتهاد أن تستفرغ جهدك، أن تبذل كل ما في وسعك حتى تصل إلى العلم المنشود. اجتهد لتطلب العلم من مظانه ومن أهله ومن كل من عنده شيء، وتتزلف إلى معلمه. قالوا: التزلف هنا مطلوب، حاول تتقرب إليه وتتودد إليه وتتوسل إليه، ما تروحش تطلب العلم وانت بتستكبر عليه. لا، كان يقول الشعبي: من علمني حديثا فأنا له عبد، هو سيدي ما دام يعلمني هذا الحديث. وهذا ما تعلمناه احنا في الكتاب، كان يقول لنا: من علمني حرفا صرت له عبدا. كان يقول لنا: عصى الفئ من الجنة، الفئ اللي بيعلم الكتاب ده يقول لك عصاه من الجنة، لما يضربك ما تستنكفش من الضرب، دي العصا دي من الجنة، لأنها بتعلمك. الحمد لله أنا لم أضرب قط على التعليم. فالحرص ثم الاجتهاد في طلب العلم. كان سلفنا يقولون: إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم لا يعطيك بعضه، مش يعطيك كله، عمره ما يعطيك كله، يعطيك بعضه. أنت تعطيه كلك وهو يعطيك بعضه. تعطيه كلك يعني كل جهدك، كل وقتك، كل ما عندك، كل ذكائك، كل شيء تعطيه العلم، وهو العلم يتفضل عليك فيعطيك بعضه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقل رب زدني علما. ما من عالم إلا ويسأل الله الزيادة، لأن العلم بحر لا ساحل له. إياك أن تظن في وقت من الأوقات أنك قد بلغت كل شيء في العلم، هذا هو الجهل بعينه، هذا هو الغرور. ولذلك كان سلفنا يقولون: من قال إنه بلغ من العلم ما بلغ فهذا هو الجاهل، لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه عالم فقد جاهل. إذا قال أنا خلاص وصلت، هذا هو الجهل بعيد، فيش حد يصل أبدا، يظل الإنسان يتعلم أبدا الدهر. ولذلك من موروثاتنا: اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، حد ما تدخل القبر. وأنا ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن كان بعض العلماء يطلب العلم وهو على فراش الموت، قبل يعني أن تخرج روح يقول: اقرأ لي آيات من تفسير الطبري أو من تفسير القرطبي، اقرأ لي حديثا من البخاري أو مسلم، أو صفحة من كتاب فتح الباري، أو اقرأ لي في كتاب سيبويه، أو كتاب يعني، وهكذا ليظل طالبا العلم إلى أن يموت.
وكان بعضهم قيل له: أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال: إذا كان الجهل يقبح به فإن التعلم يحسن به. وقال بعضهم: الشيخ يطلب العلم؟ قال: هو أولى بطلب العلم، لأن الخطأ منه أقبح، فلازم يظل يطلب العلم. وأنا أقول لكم، أنا الآن دخلت في الثانية الخامسة والثمانين، ولا زلت أطلب العلم، وأكتشف كثيرا أني أجهل الكثير. أكتشف أشياء ما كنت أعرف، والله كيف عشت عمري هذا وأنا أجهل هذا الأمر؟ ولا زلت أكتشف ما أجهله وهو كثير، وأتعلم من تلاميذي. لي إخوان من شباب العلماء يعملون معي في المكتب، كثيرا ما ينبهونني على أمر غفلت عنه، أو يذكرونني بأمر نسيته، أو ينبهونني على ما أجهل. وليس في العلم كبير وفوق كل ذي علم عليم. هكذا ينبغي للإنسان أن يظل يتعلم طول عمره، ويتعلم من الكبير والصغير. قالوا سيدنا سليمان تعلم من الهدهد حينما قال له: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وهل تعلمكم حتى تعلم من إبليس؟ جاء في صحيح البخاري أن أحد الصحابة سيدنا أبو هريرة كان حارس على صدقة الفطر، فكان فيه واحد يجي يسرق من الصدقة، وبعدين جه مسكه في يوم، وبعدين تركه، وبعدين مسكه آخر يوم، وعرف إنه شيطان إبليس، فقال له قال له: أنا أطلقني وأنا أعلمك شيئا تنتفع به. قال له: إيه؟ قال له: اقرأ قبل أن تنام آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأطلقه وراح شحك للنبي عليه الصلاة والسلام، وما كانش يعرف إنه شيطان. نعم، الرسول قال له: أنت عارف اللي أنت بقالك ثلاثة أيام تعمل معه ده؟ هذا شيطان. قال له: طب هو قال لي كذا وكذا. فقال له: صدقك وهو كذوب، ومن عدته الكذب، إنما في هذه القصة صدقة. صحيح إن آية الكرسي إذا تلوتها قبل أن تنام لا يزال عليك من الله حافظ، صدقك. فالإنسان شوف يتعلم حتى من إبليس، خذ الحكمة من أي وعاء خرجت. الكلمة الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. هكذا ينبغي للإنسان أن يتعلم، ذكاء وحرص واجتهاد وغربة. غربة الرحلة في طلب العلم. العلم خصوصا في الأزمنة الماضية كانوا يرحلون من أجل أن يطلبوا العلم، يطلبوه من العلماء المعروفين بهذا العلم. يعرف إن هو عايش في قطر وفيه عالم في مكة يرحل إليه في مكة، في عالم في مصر يرحل إليه في مصر، في عالم في بخارى يرحل إليه في بخارى، في الصين يطلب العلم ولو في الصين. وهكذا كانوا يرحلون، خصوصا علماء الحديث ضربوا أروع الأمثال في الرحلة من أجل طلب الحديث. في عندهم شيء اسمه الإسناد العالي. ما معنى الإسناد العالي؟ يعني لما يقول واحد: يعني هذا الحديث رويته عن مالك عن نافع، هو رواه عن مالك، إنما يقول له: الله، طب ما أنا أروح
أرويه عن نافع، أشوف نافع فين دي، يبقى أعلى إسنادة. يعني بدل ما كان عنده واسطتين بقت واسطة واحدة، بعد ما كانوا ثلاثة بقوا اثنين، ده اسمه العلو الإسناد. يعني يأخذ من أوثق المصادر وأقربها إلى الأصل. فكان علماء الحديث يحبون علو الإسناد، ويذهبون إلى البلاد المختلفة. بدأ بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رحل من المدينة إلى الفسطاط، فسطاط يعني اللي سميت بعد ذلك القاهرة، فسطاط مصر القديمة اللي بنى فيها عمرو بن العاص، الفسطاط مدينة الفسطاط وجامع عمرو بن العاص. فذهب أبو أيوب الأنصاري إلى الفسطاط ليسمع من سيدنا عبد الله بن أنيس حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نادى عليه، قال أبو أيوب أهلا أبا. قال له أنا رئت إليك من أجل أمر واحد، حديث في ستر المسلم على المسلم، أنا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أنك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أؤكد هذا بالسماع من. قال له نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال له سلام عليكم يا أخي تعال اتغدى ابلس. قالوا لا أنا رئت من أجل هذا الأمر، رحلتي في سبيل الله من أجل طلب هذا العلم، ومن قبل دون أن يحل رحلة. رجع تاني إلى المدينة، وكذلك فعل جابر بن عبد الله حينما رحل إلى الشام لسماع حديث واحد. وهكذا كأول من فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. ثم جاء التابعون، الإمام عامر بن إسرائيل الشعبي من أئمة التابعين. يعني يقول أحد الناس علمه حديثا ثم قال له خذها بغير شيء، وإن كان الواحد منا يسير فيما دونها من الكوفة إلى المدينة. قالوا لذلك الحديث ده مجانا، ما تعبتش فيه ولا حاجة، إنما كنا من أجل أقل من هذا الحديث نسير من الكوفة إلى المدينة. هكذا تعبوا. ويقول سيدنا سعيد بن المسيب أفقه التابعين، يقول إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. لا تظن أن هذه الأحاديث التي نقرأها في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ومسند أحمد وموطأ مالك أنها جاءتنا يعني هكذا عفوا صفوا، لا، ناس تعبوا من أجلها. فهكذا تعبت الأمة من أجل توثيق العلم حتى يكون العلم موثقا. وذلك انتزت الأمة الإسلامية بالإسناد. ما معنى الإسناد؟ يعني الأمم الأخرى يقول لك جاء عن موسى كذا وعن المسيح كذا وعن الحواريين كذا وعن كذا بدون إسناد. إنما هنا إذا واحد قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا كانوا يقولون عمن سمعته؟ قالها رواه أبو هريرة، أنت حضرت أبو هريرة؟ لا. طب مين؟ قل له فلان الأعرج عن أبي هريرة. طب أنت حضرت الأعرج عن قل لك أبو الزناد عن الأعرج عن. لابد أن يأتي بالسلسلة، سلسلة الرواة الذين رووا الحديث، فلم يكونوا يأخذون عن كل من هب ودب كما يظن بعض الناس، لا، وكل واحد لازم يشرحوه مين هو هذا؟ شخصيته معروفة؟ إذا كان مجهولا لك عن رجل، رجل يطلع مين؟ أو عن الثقة، ثقة عندك إنما ليس ثقة
عندي فلان او كذا، لابد انك تقول لنا مين هو اسمه فلان ابن فلان، بحيث نعرف مين شيوخه. ده في اي حلقه من الحلقات تعلم وعمن اخذ هذا الحديث، ومن يعرفهم من التلاميذ الذين حضروا معه، ومن ومن. ولذلك قالوا الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. كل واحد يقول زي ما هو عايز. الامام الشافعي قرأ بعض التفاسير كده فقال يا له من علم لو كان له اسناد. لو قال لنا منين جاب الكلام ده، يا له من علم لو كان له اسناد. فالغربه والرحله في طلب العلم، ولا زال بعض الناس في عصرنا يرحل من بلد الى بلد، والناس يحضروا الازهر عشان يتعلم في الازهر، او يروح يعني الى الجامعات السعوديه يتعلم في السعوديه، او يروح جامعه ندوه العلماء في لكنو في الهند، او يذهب الى جامع من الجوامع الاسلاميه. الغربه في طلب العلم، الرحله في طلب العلم. ثم يقول امام الحرمين وتوجيه أستاذ وطول بيان، ذكاء وحرص واجتهاد وغربة. وتوجيه أستاذ وطول زمان، لابد من معلم، لا ليس موثقا علم من يتعلم من الكتب وحدها دون أن يشرح له شارح وينبهه إلى أخطائه منبه. سلفنا كانوا يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. اوعى تتعلم القرآن من واحد أخذ القرآن من المصحف، محدش أقرأه. احنا في الكتاب كنا نتعلم على العريف هذا ونقرأ عليه القرآن لوحا لوحا، نكتبه في اللوح ونقراه عليه يصحح لنا. واحد ممكن يقول لك سورة الهمزة، اخويا اسمها الهمزة مش سورة الحجر، يا اخويا الحجر مش الحجر. يعني لابد ان يقعد يعني يقرا عليه حرفا حرفا ويصحح له، ويجي ثاني يوم يسمع اللوح مرة أخرى. هذا هو القراءة الأساسية، التعلم الحقيقي. لما تروح تتعلم تتعلم ممكن يعني الإنسان يتهجى ويعرف، إنما ما يعلمش غيره. اللي يتعلم من طريق المصحف لا يصلح معلما لغيره، يكفي لنفسه فقط. إنما الذي يعلم غيره لازم يتعلم من مقرأ مجيد للقرآن الكريم. لا تأخذ القرآن من مصحفي، تعلم من المصحف وحده. ولا العلم من صحفي. صحفي يعني ايه؟ الصحف يعني الكتب، يعني تعلم من الكتب وحدها، ليس له شيوخ اخذ عنه. هذا ان تاخذ من شيخ هذا مهم جدا، ولو العلم الاولي، وبعد كده ممكن تقرأ لوحدك. إنما لازم من يملكك مفاتيح العلم، ومن يريك مصابيح العلم لترى الطريق وحدك بعد ذلك، ويملكك المفاتيح لتفتحها وحدك. وقالوا يعني إن المدرسة لا تعطيك العلم، وإنما تعطيك مفاتيح العلم. أما العلم نفسه ففي المكتبة، العلم في المكتبة، إنما اللي بيعطيك المفاتيح هو المعلم، هي المدرسة، هو المعهد. لابد أن تأخذ. ولذلك إذا ربنا رزقك بمعلم ناجح، معلم موهوب، تستريح إليه وينشرح به صدرك وتصغي إليه
تبقى نعمة من الله. ولكن للأسف كثير من المعلمين لا يعرفون قدر أنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله بعثني معلما ويعلمهم الكتاب والحكمة. الناس ما يعرفوش قدر هذه، فيؤدي رسالته وهو كاره لها، والأولاد يكرهوه أكثر. ولذلك نجد للأسف الأولاد ما عادوش يحترموا المعلمين. نقول: من علمني حرفا صرت له عبدا. لا، ما عادش هذا. شوقي قال في قصيدته الشهيرة: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. ما عادش هذا. أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ هذا المعلم لم يعد هذا. إذا وجدت المعلم الذي يعلمه ويعطيك من نفسه ويحب أن تتعلم وأن تتفوق، هذه نعمة عظيمة، أن يجد الإنسان المعلم الذي يعلمه. نحن نشكو من قلة المعلمين، ونشكو من أن الطلبة لا يحبون المدارس. طالب يقول لك: أنا جاي من الزريبة، يعني من المدرسة، وساعة ما يخلص الامتحان الكتب والكراسات تمزق وتترمى في الشارع من كراهية الأولاد للكتب وللمدرسة وللتعليم. أي أمة هذه؟ أي أمة؟ كيف تنهض أمتنا وهي تكره التعليم بهذه الطريقة؟ نحن نحتاج إلى أمة غير هذه الأمة. كل من فيها يعلم، المدرسة تعلم، والبيت يعلم، والمسجد يعلم، والشارع يعلم، والإذاعة تعلم، والتلفزيون يعلم، والمسرح يعلم، وكل جهة تعلم، ويتعاون بعضها على بعض، مش بعضها يبني والآخر يهدم. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ممكن المسجد يعلم، وممكن المسجد يجهل. بعض الخطباء يجهلون الناس الذين يحدثون الناس عن الجن الذي يركب الإنسان والعفريت اللي يسخره. الله سخر لنا كل شيء. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ تيجي تقول لهذا اللي ربنا سخره ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن العفريت بيسخره؟ حتى إنه في إحدى بلاد الخليج رفعت محكمة، واحد اختلس فيها 100 مليون يعني دولار ولا ريال ولا درهم ولا 100 مليون. وبعدين الراجل قال له أنا للقاضي: أنا كنت مجبورا. ما الذي جبرك؟ قال له: جني مسخرني وجبرني أن أسرق 100 مليون من هذا البنك. والعجيب إن القاضي صدقه وأحاله على الراقي الشرعي فلان الفلاني، يعني وأصبحت قضية. والراقي قال له: آه ده هو، أنا جبت الجني وقال أنا فعلا اللي قلت له يسرق هذا. قال له: طب هاتولي. قال له: لا، ما مش راضي يجي. الله، طب إيه الحكاية؟ هكذا. إذا كان العلم الديني يعني مهمته أن يجهل الناس بهذه الطريقة، إذا كان الناس اللي يقول لك أنا بفتح عيادة للعلاج بالقرآن، أخي إيش هذه البدع؟ لماذا لم يفتح الصحابة عيادات ولا التابعون ولا أتباع ولا الأئمة؟ لم يفتحوا عيادات، كان يروحوا للأطباء. النبي عليه السلام جاءه رجل يشكو من فؤاده مفقود، يعني كبده فيها آلام. قال له: اذهب إلى الحارث بن كلدة الثقفي، حتى كان لسه لم يسلم بعد. قال له: اذهب إليه. اذهب إلى الطبيب. احنا ما إن الله أنزل لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. المسجد لازم يعين على حسن التعليم،
أما أن يقول أحد الدعاة يوما: الحمد لله الذي سخر الكفار بيصنعوا لنا العلم والتكنولوجيا وهذه الأشياء، وسخرنا نحن لعبادة الله. ربنا سخر لنا الأمريكان والأوروبيين واليابانيين والعالم ده يعملوا التكنولوجيا والطيارات والسيارات والمدافع والدبابات والصواريخ، وإحنا سخرنا عشان عبادته. عبادته نصبح عالى على غيرنا، لا نستطيع أن ندافع عن أنفسنا، أنا ما نقدرش نعمل دبابة إلا إذا اشتريناها وإذا سمحوا لنا نشتريها. ما هذا الخبل؟ لابد لكي يعني يكون هناك أمة متقدمة، أمة راقية، إن المجتمع كله يعلم، اشترك في قضية التعليم، الآباء والأبناء. اشتكى لي كثير من المدارس أنهم يحاولون أن يستعينوا بأولياء أمور الطلبة، بالآباء والأمهات، فيه مجالس للآباء والأمهات، لا يكاد يحضر 5%، يعني يحضر مثلا والباقي ما يحضروش. لا يهم ابنه نجح أم رسب، لماذا رسب؟ ما يعرف إن كان نجح ولا رسب، حتى بعضهم ما يعرف بيودي الولد أو مش هو بيوديه، الخادم بيوديه المدرسة أو السائق بيوديه، وهو مشغول بنفسه أو بعمله أو بماله ولا يسأل عن أولاده. هذا لا يمكن أن ترقى المجتمعات بهذا النوع من الناس. لابد أن يشترك المجتمع كله في تعليم الأبناء والرقي بهم، هذا ما نريده من مجتمعنا. فتلقين أستاذ وتوجيه أستاذ وتعليم أستاذ وطول بيان وطول زمان، هذا الأمر السادس الذي يقوله إمام الحرمين. يقول: ذكاء وحرص واجتهاد وغربة وتوجيه أستاذ وطول زمان، يعني ما تظنش إنك هتحصل العلم في 2، 3، 4، أو 5 وتقول خلاص أنا اكتفيت. لا، لابد أن تظل تطلب العلم طول زمانك، ما دامت فيك الحياة لابد أن تظل طالبا للعلم. هذا هو شأن طالب العلم الحقيقي، والإنسان هو طالب علم. وأعجبني إن علماء الخليل يطلقون على مشايخ العلم طلبة العلم. أول ما جئ الخليل هنا 1961 زارني أحد علماء قطر رحمه الله، الشيخ عبد الله ابن إبراهيم الأنصار، ما لم أكن أعرفه، قال أنا أخوك عبد الله بن أول ساعة حضرتها في المعهد الديني، جاء يقول أنا أخوك عبد الله بن إبراهيم الأنصاري من طلبة العلم. فأعجبني هذا التعبير، إن كل إنسان هو طالب علم، فيش حد عالم حقيقة، كلنا طلبة علم. هذه هي الأدوات أو الشروط التي لابد منها لمن يريد أن يطلب العلم، ليصل إلى العلم الحقيقي. والعلم الحقيقي ليس بمجرد الحفظ، لابد من حفظ ومن فهم، يسموه الرواية والدراية. ليس العلم بكثرة الرواية ولكن بقوة الدراية. وعلم الدين لابد فيه من حفظ، وكان السلف عندهم حوافظ هائلة. الإمام ابن شهاب الزهري كان إذا مسى في الشارع يسد أذنيه، لأنه كل ما يسمعه يحفظه، وأنا أعمل إيه بالله؟ أنا أحفظه اللي بيقول ريان يا فجلي ولا بيقول كذا، ده أنا هعمل إيه؟ يسد أذنه عشان ما يحفظش الكلام ده. ويقول
الإمام الشعبي أقل ما أحفظ هو الشعر، ولو شئت أن أروي لكم مما أحفظ من الشعر لظللت شهراً أروي لكم ولا أعيد. جديد يروي شهر، كان يحفظ عشرات الآلاف من الأبيات، فكم يحفظ من الحديث، وكم يحفظ من التفاسير، وكم يحفظ يعني هكذا. ولكن أيضا لا بد أن يكتب. قالوا العلم صيد والكتابة قيد، العلم صيد والكتابة قيده، صيد قيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. قيد العلم بالكتاب لابد. وبعضهم يجمع بين الأمرين، يقول عليك بالحفظ بعد الجمع في كتب، فإن للكتب آفات تفرقها، فالماء يغرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها. فيقول لك اجمع بين الأمرين، يكون عندك الكتاب وتحفظ. الإمام الغزالي كان مرة سرقوه اللصوص، وسرقوا معاه حاجة وفيها الكتب فيه، وبعدين قال لهم خدوا اللي فيه بس ادوني في كتب ايه العلم اللي عنده كله في هذه. قالوا ايه العلم اللي يقدر اللص يسرقه منك ده؟ فتنبه ان العلم اللي يستطيع اللص يسرقه ما يبقاش علم له. قالوا العلم في الصدور لا في السطور، وفي الراس لا في القرطاس. لازم تجمع بين الأمرين. ولهذا قالوا عزل مكان في الدنيا ظهر سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. قال هذا أبو الطيب المتنبي. وقال شوقي أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابة، لا يجد عنده عيب. كلما أخلقته جددني، وكساني من حل الفضل ثيابا. الكتاب لابد أن نهتم بالكتب، وأن نجمع الكتب وأن نقرأ. للأسف أقل الأمم قراءة أمتنا. أمة اقرأ لا تقرأ. الغربيين تجدهم يقرؤون، الواحد قاعد في الطيارة وماسك كتاب يقرأه، في القطار قاعد في الحديقة وماسك كتاب يقرأه. نحن لا نفعل ذلك، وكل واحد يورث أولاده مكتبة. هذا يا ما هل عندك مكتبة؟ كل واحد منكم عنده مكتبة فيها 10 20 30 كتاب؟ وهل أولادك هياخذوا الكتب من كتبك، يرثون منك كتبك؟ لا نفعل هذا. أمة اقرأ، كثيرا ما قلت هذا، أمة اقرأ لا تقرأ. وقال هذا موسى ديان حينما صرح بتصريحات خطيرة، وقالوا يا أخي فضحتنا عند العرب لما يقرأوا هذا الكلام. قال لهم يعني اطمئنوا، فإن العرب لا يقرؤون. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع أمتنا بالعلم، وأن يهديها بالعلم، وأن ينور طريقها بالعلم، وأن ينفعها في دينها ودنياها بالعلم. ادعوا ربكم يستجب لكم.